dans le contexte des relations internationales. Une visite a été programmée en France à l'automne prochain. Est-ce qu'elle est maintenue? Oui, bien sûr qu'elle est maintenue. Elle est maintenue pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. De l'histoire. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Bah, pourquoi bah, 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 bah. وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون كما يجب أن نراها مش عاطفيا ولا أولا. اليوم فيه عمل إيجابي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية لما اعترفوا بالجريمة اللي ارتكبها بابون في 1961. خطوة إيجابية. اليوم فيه فريق مختلط يخدم على الذاكرة. وأنا قلت الذاكرة ما نتخلاوش عليها. الذاكرة ملف الذاكرة ماشي. وبالإضافة إلى أننا ذاكرة ديرها مع المستعمر. الذاكرة نتاعك ديرها مع المستعمر وما نتخلاوش عليها. وأنت كي تسمع هكذا اللي عاد ما يعرفش يقول لك إيه ما يتخلاش على الذاكرة. هذه في حد ذاتها إهانة للشعب الجزائري، إهانة للثوار، إهانة للمجاهدين، إهانة للشهداء، إهانة للشعب. أنك تدير الذاكرة أنت والمستعمر. هذه إهانة كبيرة. المستعمر اللي يرفض باش يعطيك الرؤوس الشريفة تاع المجاهدين والمقاومين تاع المقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر. ولما أعطاوكم 24 منها ظهرت فيما بعد أن أغلبيتها تاع اللصوص وقطاع الطرق وليسوا تاع المجاهدين والمقاومين. وكنت درت منها قضية كبرى ويقول له سيت ان رونديفو افيك ليستوار ولا سيت ان رونديفو دو ليستوار ومش عارف. علاش لقاء ماكرون يصبح رونديفو دو ليستوار؟ ماكرون راه يضرب بالكف في فرنسا. مازال يظنوا فرنسا هذه اللي عاشوا عليها كي كانوا أطفال. مازالوا مستعمرين، مازالوا كولونيزي. فرنسا راهي الآن قوة متوسطة وراهي في 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 إفريقيا راهي تطرد آخرها راهي الآن هذا الشاب السنغالي هاو يتوعدهم بالطرد يعني كان قالها لهم قبل من اللي رئيس وطردت من مالي وطردت من بوركينا فاسو وطردت من النيجر ومازال معاش حشاء في عقول المسؤولين الجزائريين وربما بعض الموريتانيين وبعض المغاربة وبعض التوانسة مازالت غير عندنا في المنطقة المغاربية اللي فرنسا مازالت وكأنها تلك الإمبراطورية تاع القرن الثامن عشر والتاسع عشر وحتى لا خلاص فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية بدأت في الانهيار وكملت عليها الفيتنام وكملت عليها الثورة الجزائرية لكن هو يعتبرها وبعدين كاين حاجة ماكش راك تقول كاين انتخابات في 7 سبتمبر وأنا قدرت عملية تسبيق الانتخابات كيفاش تقرر انتخابات في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر لو كان ماهيش راك مضمن العهدة الثانية هذا دليل أن فيش انتخابات هذا دليل أن العهدة الثانية خلاص وأنا بالعكس ماكرون هو اللي يقعد يقول لكم اسمع أنا ما تجينيش وأنت راح دير انتخابات أرواح لي قبل دير انتخابات زورها وأرواح لي لكن ما زال الشعور أن فرنسا هي ذلك عندها تبدأ الحضارة وهناك تنتهي مسخرة مهزلة خاصة من واحد مثل هذا اللي يسبح باسم ماكرون